30. Ok. بص يا جماعه بقى، نبص على الـ على الـ على السوفت وير ده، الباك تريسر دوت نازل تبع سيسكو اصلا، تمام؟ تحت خالص هنا ده هتلاقي هنا ده الراوتر، اول واحد ده الراوتر، هو بيكتب عليه ده الراوتر، وبعدين السويتشز، وبعدين هنا الهابس، وبعدين هنا الريبيترز، وبعدين الوايرلس، وبعد كده الكيبلز، تمام؟ لما اخش على الراوترز، يعني مثلا لو دخلت مثلا على السويتشز، دخلت على الراوترز، هتلاقي ان الايكونز اللي هنا بتتغير، تمام؟ الايكونز دي كل ايكون من دول موديل من المودلز بتاعت الراوتر. كل ما تعلى في الرقم كل ما الموديل ده بيزيد، يعني كل ما سعر الراوتر نفسه بيزيد، في فانكشنز اكتر، تمام؟ يعني هتلاقي 1800 سعره ارخص من 2600. عندك بتعلى كل ما تعلى بالرقم نفسه، كل ما تلاقي الموديل بتاعك اعلى، لحد ما توصل لركات كبيره كده، محدش يعرفش، حد شايف الركات الكبيره كذا بورتس، في سويتشات توصل ل 512 بورت فيها، تمام؟ وبعديها برضه السويتشات نفس الفكره، كل ما تعلى بالرقم هنا هتلاقي كله 2000، 2000 ده كله شيء زي بعض، اعلى حاجه تقريبا 6500، في حاجات بعد كده اعلى منها، كل ما تعلى بالرقم كل ما الموديل كل ما الفانكشنز بتاعت السويتش نفسه بتزيد. هو اخر حاجه جينيريك يعني جنرال كده، عندك بوكس هتبتدي تحط فيه الكود اللي انت عايزه. اوكي؟ مثلا لو انا عايز اوصل راوتر، اخد اي راوتر من دول، مثلا اخد ده بدراج واحطه في اريا، اوكي؟ وعايز اخد راوتر كمان، تمام؟ كده اخدت راوترين حطيتهم فين؟ في اريا. لو عايز اوصلهم ببعض، نفتكر كده، لو وصلنا راوتر ده، راوتر ده اللي هو دي دي اي بدي دي اي، نوصله بايه؟ هنلاقي هنا ده دي اوتوماتيك كونكشن، دي مش احنا مش محتاجينها في حاجه دي. هنلاقي بص اغلبيه الحاجات اللي محتاجها دي، هتلاقي تحت مكتوبه ايه؟ ستريت، دي ستريت كونكشن، واللي جنبها كروس اوفر. في بقى سيريال انترفيس، لو عايزين نوصل سيريال هتلاقي، تمام؟ مين الثلاثه كونكشن دول اللي انا هاخدهم. لو انا عايز اوصل سيريال باخد الكيبل ده زي ما انا هاخده كده، اوصله هنا. هنا بص لو انت شفت مش هتلاقي اصلا في بورت سيريال، فمش عارف اوصله. اوكي؟ ده عايز بورت، عايز ايه؟ ستريت. اقول لكم ازاي نركب لو عايزين نركب في كارت ولا حاجه ازاي نركبه. بس انا عايز اوصل دي تي اي لدي تي اي، هستخدم كروس. كابل كروس. كابل الكونسول ده، بورت بتاع الكونسول دي لو عايز اعمل له كونفجريشن، بس انا مش عايز اعمل له كونفجريشن، عايز اوصله بالبورت دي. اوصله بورت. خشيت على الراوتر كده، هيبص من ورا هتلاقي ان عندي هنا سويتش اون واوف، وهنا في بورت، البورت مش واضحه قوي، بس دي اسمها كونسول. في زوم معلش، هو ده اللي انت عايزه كده؟ بصوا لو بصينا على الراوتر من ورا هنلاقي ان الراوتر اولا فيه سويتش هنا اون واوف، تمام؟ في بورتين، البورتين دول نفس الفانكشن تقريبا، الكونسول بورت والاوكسيلري بورت. الاوكسيلري بورت دي بس لما تعوز تكونكت على الكونفجريشن من حته بعيدا عن الراوتر، يعني ريموت بليس، وتوصل للاوكسيلري بورت. في ديفايسز مخصوصه بتتحط بتركب لها سلك تليفون وتوصل الاوكسيلري بورت ديت، عشان عايز تخش عليها من بلد ثانيه او من اي حته ثانيه، هتخش على خط التليفون بتخش على الاوكسيلري بورت، تمام؟ الكونسول دي ما بتشتغلش غير لما توصل تجيب اللابتوب بتاعك وتوصله بكيبل مخصوص وتوصله على الكونسول بورت، غير كده مش هتوصل. نحتاجها دايما لما نعمل اول مره نعمل كونفجريشن للراوتر، تمام؟ الفاست الايثرنت دي اللي احنا متوصلين بيها دلوقتي، لما نقيت بورت اوصل بيها، لقيت فاست ايثرنت اللي هي البورت دي، تمام؟ ف
في بقى كروت تانية فاضية، الحتة دي فاضية هتلاقي هنا جنبك الموديولز دي انواع الكروت. مثلا لو عايز اوصل كارت سيريال اللي هو تي 1، هاخد التي 1 هيقول لي لازم تطفي الراوتر، لازم قبل ما توصل للديفايس لازم تطفي الراوتر. معلش اوكي، طفيت الراوتر، جبت كارت، مفيش اسهل من كده، جيب كارت تاني اوكي، اروح مولع الراوتر. لو رجعت تاني بقى على الـ على الـ على الـ الحته دي، احنا لما جينا وصلنا اول حاجه جينا وصلنا سيريال ما كانش فيه سيريال، فلما اجي ابص هلاقي، بصوا هلاقي ان في عندي دلوقتي سيريال 0 سلاش 0 وسيريال 0 سلاش 1 تمام. في بورت، في كورت انا حطيتها الجديده ماشي تمام. طيب دلوقتي بقى انا عايز ابتدي اخش على الكونفيجريشن. اما اخش على الكونفيجريشن في نوعين من الكونفيجريشن ممكن اخش من هنا، ده يعني فور ايزي كونفيجريشن، ابتدي اخش على كل بورت احط لها اي بي على طول هنا، بس مش ده اللي احنا بنستخدمه. احنا بنستخدمه حقيقي هو ده. لو عملت اطلع بس بره خالص، هو بيبدا معايا كده، بيبدا معايا صفحه سكرين فاضيه خالص. لو حاولت اعمل ريستارت كده نجرب من السيون ولا تاني، الراوتر اول ما بيولع بيبتدي يفك الاي او اس بتاعه او الاوبريتنج سيستم، زي ما الويندوز بيبدا كده بالظبط، بيبتدي يحمل الويندوز بتاعه، بيحمله بالطريقه دي. وبعدين يقول لك لو عايز تخش كونفجريشن باي جي او اي، احنا مش عايزين نخش باي جي او اي، بيدوس نو يخش عليا على 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 ايه؟ احنا قلنا في اربع مودز لكل راوتر تمام؟ قلنا اليوزر مود دوت اول مود، ما بعملش فيه حاجات كتيره، لو دوست علامه استفهام يجيب لي المود ده ممكن اعمل فيه ايه بالظبط؟ هتلاقي ان فيه ما فيهوش غير ممكن اعمل بينج، الحاجات اللي ممكن استخدمها دي البينج والتالت تمام؟ دول اهم نقطتين عليه. بعد كده لو عايز اخش على المود اللي بعده اعمل انيبل، لو دوست تاب يكمل الكلمه تمام. بص انا عايز اعلمكم بس حته صغيره، ان الراوتر او الاي او اس ده بيكمل الكلام، احنا قلتها مره فاتت، لو انت كتبت انيبل اي ان بس ودوست تاب يكمل الكلمه تمام، مش لازم تكون حافظ الكلمه كلها اوكي. ولو انت عايز تعرف ايه الكوماندز اللي بتبدا بحرف الاي بس، دوس اي وبعدين كويستشن مارك، هيقول لك ان في عندك كلمتين، في حاجه اسمها انيبل وفي حاجه اسمها اكس، الاثنين دول بيبداوا بحرف الاي اوكي. لو كتبت انيبل ودوست انتر هيخش لي على المود الايه اللي بعده. المود اللي بعده عايز اعرف ايه الكونفجريشنز اللي ممكن تعمل او ايه الكوماندز اللي بتسبورتها المود اللي بعده، بدوس على استفهام يجيب لي الكوماندز اللي بتعمل بعديها. اهم حاجه في المود دوت ان هو بيقدر يخش عليه على المود اللي بعده الكونف دي، واقدر اعمل شوز شو، اقدر اعمله على المود ده كله. انا لو كتبت هنا كلمه شو ودوست علامه استفهام هتلاقي اكتر كميه شوز ممكن تعملها على الكوماند تمام. كل دي شويات ممكن تعملها على الكوماند على الكوماند انيبل مود. لو عايز تخش على كونف دي بعمل كونف تيرمينال بدل ما اكتبها كلها، خش على كونف تي اللي بعدها برضه. لو عايز اشوف الكوماندز اللي بتتكتب على المود ده بعمل كده، علامه استفهام يكتب لي كل الكوماندز اللي ممكن تتكتب عليها ماشي. طيب اللي دلوقتي ممكن ناخد شويه كوماندز كده اشوف، عايز لو انا عايز اشوف ايه الانترفيسز اللي عندي تمام، ممكن تكتب ورايا لو انت عايز تعرف ايه الانترفيسز اللي موجوده على الراوتر عندي. بعمل حاجه اسمها شو اي بي انترفيس بريف، بيقول لي ان الراوتر دوت فيه حاجه اسمها فاست ايثرنت 0 سلاش 0 اللي هي الحته الاولانيه دي، انواع الانترفيسز، مش واخد اي بي تمام، وادمن ادمن داون، دي ادمن ستريكتلي داون يعني انا قافله، مش انا من على الراوتر عندي انا اللي قافله، مش مقفول لوحده. والبروتوكول داون لاير 2 كمان داون، لاير 1 ولاير 2 تمام. في كمان عندي انترفيس اللي هو سيريال 0 سلاش 0 برده مش واخد اي بي تمام، وهو داون ادمن داون يعني انا اللي قافله. بعد كده هوريكم ازاي نفتحهم، انا اللي قافله ولاير 2 كمان داون تمام. دول الانترفيسز اللي عندي على الايه على الراوتر. طب لو انا حبيت لو نبص بقى كده عندي، حبيت اشوف الانترفيس دي انهي واحده بالظبط،
انا وصلت هنا الفاست ايثرنت 0 سلاش 0 هحاول اديها اي بي ماشي؟ اوريكم ازاي اديها اي بي. اخش الاول على الكونفجريشن، اخش على الكونفج اللي اقدر اغير منه الكونفجريشن تمام؟ عشان اقدر اغير الكونفجريشن. بعد كده هنقي الانترفيس اللي انا عايز اخش عليها اغير فيها الكونفجريشن اللي هي كانت انترفيس ايه؟ فاست ايثرنت. اكتب انترفيس، مش لازم اكتب فاست ايثرنت كلها، ممكن اكتب فاست 0 سلاش 0 كده دخلت على الانترفيس تمام؟ اللي هي الصف اللي هي المود الرابع المود هو كده دخلت كونف تي، انا مش فاكر اسمه بالظبط اقول لك برضه اسمه سب كونفجريشن تقريبا. المهم يعني دلوقتي انا دخلت على ايه؟ على الانترفيس نفسها، عايز اديها اي بي. دي اي بي ازاي؟ بكتب حاجه اسمها اي بي ادرس. لو انا عايز اعرف ايه اللي بعد اللي هكتبه بعد اي بي ادوس علامه استفهام، يقول لي اي بي سي دي، حط الاي بي اللي انت عايز تحطه، حط مثلا 10.0.0.1 تمام؟ كويستشن مارك تاني، يقول لي حط السبنت ماسك اللي انت عايزه، حط 255 ده دي مثلا ده كلاس ايه ماشي؟ انا عايز مثلا اخليها بلس سي، حط 55.0 لازم ادخل هنا السبنت ماسك تمام؟ كده الانترفيس دي بقى ليها اي بي. لو انا عايز ارجع تاني اشوف الانترفيس دي بقى ليها اي بي ولا لا، مش عايز اقطعك فيه، بس لو حطيت بعد دي استفهام، يعني بعد ما كتبت السب دي حطيت استفهام، هيقول لك في حاجه اسمها سكندري اي بي ولا لا. انا هنا ما بيسبورتش الحمد لله، هنا خلاص سي ار دي يعني اخر كومنت، مفيش حاجه بعديها تمام؟ كلير يعني ماشي. لو عايز ارجع تاني على الانترفيس من بره اشوف هل فعلا اساين دي اي بي ولا لا، بكتب برده نفس الكومنت اللي انا كاتبه، شو اي بي انترفيس بريف. دلوقتي بقى الانترفيس دي اي بي بس لسه ايه داون تمام. عايز اقوم من الانترفيس دي، داخل برضو على الانترفيس مره ثانيه، ادوس كونف تي وبعدين اكتب انترفيس فاست 0.0 واروح كاتب نو شوت داون. بيقول لي ان الانترفيس دي تشينج دلوقتي بقت اب. عايز اكتب برضو سؤال، هو انت مش ممكن ان انت في جوه المود ده تشوف لا، لازم عشان اطلع الشهاد لازم اطلع تاني المود اللي بره خالص تمام؟ شو اي بي انترفيس بي تمام؟ ستيتس بقى الفاست ايثرنت بقى دلوقتي اب بس داون. داون دي ليه؟ لاير 2 داون لان لاير 2 هيقوم على انا الراوتر بتاعي والراوتر اللي قدامي، لازم اقوم الاول من الانترفيس بتاعت الراوتر اللي قدامي عشان الاثنين يقوموا يشوفوا بعض تمام؟ هبتدي انا اروح الناحيه الثانيه، اروح على الراوتر الثاني هو ده عايز اشوف ايه الانترفيسز اللي عنده انيبل، اشوف مثلا الانترفيسز اللي عنده، ادوس شو اي بي انترفيس بي. ده عنده اثنين انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0 و 0 سلاش 1 تمام. انهي واحده بالظبط اللي انا متوصل بيها؟ قبل ما ادوس كده توصل بزيرو اروح كاتب كونف تي تمام، اروح داخل على الانترفيس. بص بقى مش لازم اكمل الكلمه، يعني كتبت هي دي المفروض تبقى انترفيس كامله، بس انا هو عارف ان انا كتبت اي ان تي خلاص، انا كده كتبت انترفيس فاست ايثرنت، مش لازم كده كلها بكتب اف اي، لا كده فاست ايثرنت. ولو دوست تاب هيعملها لك، لو دوست تاب اهو فاست ايثرنت دي كامله هيكملها عادي تمام. لو عايز اقوم الانترفيس اكتب ايه؟ هدي معايا بس لو كتبت نو شوت وهكتب نو شوت داون كده الانترفيس قامت. عايز اديها اي بي عايز تديها اي بي 10 دي 0 دي 0 او 2
تمام. وبعدين هيطلب مني اشوف ايه الكوماند اللي انا عايزه بعديها، يقول لي احط سبنت ماسك. لو دوست انتر هنا هيقول لي لسه انكمبليت كوماند، لازم اكمل لحد الاخر. فاحط هنا سبنت ماسك 255.255.255.0 تمام. وبعد كده اعمل اكزت. الانترفيس بقت لونها ايه؟ لونها احمر. خلاص الاثنين قاموا بقى. لو كتبت بقى هنا على الراوتر ده وعلى الراوتر ده جست شو اي بي انترفيس بريف، بقت الستيتس اب اب. هناك برضه هتبقى اللي هناك برضه الناحيه الثانيه هتبقى، لو عملناها الناحيه الثانيه شو اي بي انترفيس بريف تمام. لو انا عايز ابينج بقى، ابينج من الانترفيس بتاعي على الناحيه الثانيه اشوفهم شغال ولا لا، اكتب كلمه بينج، اروح كاتب 10.0.0.2 صح؟ صح. اول واحده بس كان بيجاوب في الراوتنج تيبل، بعد كده علامه التعجب دي معناها ان هو سكسس، سكسس ريت 100% تمام. وبعدين هنا بيقول لي الراوند تريب المينيوم رايح جاي خد وقت قد ايه تمام، الافرج كان قد ايه؟ 5 كلهم، وبعدين الماكسيم 5. لو عايز اكبر البينج اعمله عدد اكبر، ممكن اعمل ريبيت. مش عارف هنا ده هيسبورت الكلمه دي ولا لا. المهم لو انت كنت عايز تعمل بس في اي او اس ثانيه بتسبورت حاجات، تكتب ريبيت مثلا رقم بدل 5 تخليها 10 11 زي ما انت عايز تمام. فانا كده عملت بينج من هنا لهنا. لو عايز اشوف بقى الراوتنج تيبل، شو اي بي روت. لو نتخيل كده الراوتنج تيبل هيبقى فيه ايه؟ يبقى في بس اللي هو صح، يبقى في كونكت بس اللي هي الانترفيس بتاعتي تمام. كونكت دي كونكتد، دي شبكه كونكتد. اه السبنت ماسك بتاعتها سلاش 24 اهي، وهي دايركتلي كونكتد بالايثرنت 0 سلاش 0 اللي هي الراوتنج تيبل. دي الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ايه؟ نرجع تاني نقول الراوتنج تيبل حاجه اسمها، نكتب شو اي بي روت تمام. طيب دلوقتي بقى عايزين نكبر الرسمه شويه. ناخد سويتش مثلا راوتر دي. كده هنوصل كله ستريت، هنوصل كله بالايه؟ بالسويتش. بص السويتش عليه بورتات قد ايه؟ لما نيجي ناخد السويتشنج ان شاء الله اقول لكم اللمبه البرتقالي دي معناها ايه. هو في بروتوكول بيرن في الاول كده علشان يعرف يلغي اللوبس، وبعد ما يتاكد يروح محول البرتقالي ده الاخضر. سيري الانترفيس مثلا اجي هنا موديولز تي 1 لازم اقفل الراوتر. لا ايه؟ لا لازم اقفله. 3 باور بتاعه فين؟ ده راوتر، انا خليه راوتر 6 تمام. هاخد دوت احطه هنا كده اولعه. لو جيت هنا الاقيه لسه بيعمل ايه؟ بيحاول يفك الاي او اس بتاعه. لو عايز اوصله سيريال انترفيس باجي هنا اختار سيريال، ده برضه معلوش سيريال. نيت في الراوتر ده نوصل عليه سيريال
الفرق بين 1T و 2T؟ 1T يعني 1 انترفيس، 2T يعني 2 تي 1 دي اللي هي كونكشن سيريال في امريكا. كونكشن سيريال سرعتها تي 1 1.5 4 ميجا بت. 1T يعني 1 انترفيس بس، 2 هتلاقي 2 انترفيس على الكارت، فيه 2 انترفيس تمام. انا هاخد السيريال انترفيس اهي اختارها دي كده وصلت سيريال تمام. لو انا عايز بقى نبتدي نكونفيجر بقى كل راوتر لوحده بعيدهم فين عن بعض، نخش على اول راوتر نشوف ايه الكونفيجريشن اللي عليه. عملت شو على دي انترفيس دي، في الانترفيس الوحيده اللي هي اب اللي هي فاست ايثرنت 0 سلاش 0. انا كان فاكر ان في طريقه ما كده بتطلع الانترفيس دي طلع ازاي؟ بس خلي الماوس عليها بس هي فلان. لا على على تمام هيطلع لك الانترفيس اللي على كل حاجه دي. اللينك هي اب هتلاقي فيها اللينك فاست ايثرنت 0 سلاش اب دي. هنا هنخش نولع الانترفيس كلها اهو. لو دخلت كتبت هنا نو شو اي بي انترفيس تكليف، قال لي ان في عندي ثلاثة انترفيسز موصل مثلا بزيرو سلاش زيرو دي، هبتدي نقومها واروح كاتب تي بعد كده انترفيس فاست زيرو سلاش زيرو نو شوت داون اي بي ادرس زيرو زيرو 3. ينفعش طبعا اكرر الاي بيز اللي انا اديتها لما نفس اللين تمام كده. انا اديت انهي انترفيس؟ اديت الانترفيس دي تمام. الانترفيس ديت اديتها اي بي ادرس. عايز ابدي الانترفيس اللي فوق دي اللي هي السيريال دي اي بي ادرس. ده راوتر 5 اطلع من هنا ادوس اكزيت اطلع 1 ستيب هيخش على الانترفيس سيريال 0 سلاش 0 سلاش 0 وكل انترفيس بيرقمها هنا على حسب مكان الكارت. هتلاقي الكروت ده مختلف على حسب الموديول عامل ازاي، بس هنا لما تخش تلاقي هتلاقيهم مسميين حسب الموديول فين بالظبط. كل موديل بتلاقي بقى ليه تسميه مختلفه عن الثاني تمام. اللي انا لاحظت ان انت فتحته الاول بعد كده غيرت الاي بي فيها ما فيهاش مشكله يعني. انا عملت نشاط لا مش مشكله ترتيب مش فارق تمام وبعدين هنا ابتدي اعمل نشاط وبعدين اروح عامل اي بي ادرس. طبعا دي لان ثانيه خالص هسميها مثلا 11.0.0.1 255.255.255.0 مثلا. اطلع بره تاني عايز اشوف الحاجات دي سابت ولا لا تمام. بص دلوقتي بقى عندي فاست ايثرنت 0 سلاش 0 واخد اي بي والاثنين ايه اب. في انترفيس ثانيه السيريال الستيتس بتاعتها داون معناها الناحيه اللي قدامي داون تمام. يعني قدامي لسه ما عملتش اصلا اي بروتوكول داون كلير تو داون. اجي هنا واروح مقوم الايه الانترفيس اللي عندي. في حد تايه معايا؟ بص اي اسئله عشان الحته دي مهمه عشان هو ده الشغل الحقيقي في النتورك. هو الريتم بتاعه سريع شويه صح؟ سريع؟ طيب بطيء طيب؟ لا بطيء. انت هنا عايز اعرف هنا موصل ايه؟ موصل بالسيريال بورت مفيش غير بورت واحده سيريال. يعني لو لما شاورت على الماوس كده على الراوتر مفيش غير بورت واحده بس هي السيريال. وممكن برضه احط على العلامه الحمراء دي هيبان لك هي البلاط على ايه. دوس كليك عليها علامه النص علامه النص يعني ايوه دوس عليها هيبان لك كل واحد متوصل بيه. ماشي احنا على راوتر 6 دلوقتي. هوقف
اكتب انيبل اخش على شو اي بي شو اي بي صح انترفيس بريف اوكي ماشي لو عايز اعمل ايه اخد السيريال انترفيس اخش عليه اخش على كونف تي انترفيس سيريال 0/0 invalid interface كده كده فكرت في حاجه غلط كاتب ان هي كمان لسه ما سلاش 0 كمان تمام عامل اي بي ادرس بصوا مش لازم مش لازم الترتيب الاي بي ادرس شوت داون بس لازم الاثنين يتعملوا عشان الانترفيس تحول اب لازم الاثنين يتعملوا تمام احنا قلنا 11.0.0 ماشي يبقى كده رقم اول من الانترفيس نو شوت داون ساعات بقى سيريال انترفيس بالذات ما بتقومش من ان احط اي بي ادرس واعمل نو شوت داون وبرده ما بتقومش ساعات الانترفيس السيريال بالذات احتاج اظبط فيها كلوك ريت اشوف السبيدز ما بيني وما بين اللي قدامي قد ايه وساعات لا اوريكم ازاي بصوا لاير 2 داون لسه مش عارف الكلوك ريت ما بيني وبين اللي قدامي قد ايه اجي اظبطها ازاي هعمل شو اخش على برضو على الانترفيس تاني بكتب كلوك ريت مثلا احط رقم لو عملت السبيد زي السبيد زي عندي كده انقي واحده فيهم مثلا اخد ايه 128 مثلا دي بيت تمام بيت بير سكند كام 0 1 2 3 كده ظبطت الكلوك ريت من هنا نروح برضه الناحيه الثانيه طب هي ما بتبقاش ليها ديفولت لا ما بتبقاش ديفولت لما ادم داون داون يبقى مش ما يبقى مش متظبطه الراوتر الثاني 5 تقريبا الراوتر الثاني ظبط تمام هنشوف دلوقتي هو حتى قال لك ان هو لاين شانج تو تمام تمام كده ظبط بقى اب اب يبقى ايه بقى سيريال انترفيس ساعات الانترفيس ما بتقومش لازم انا اظبط الكلوك ريت من عندي تمام ممكن نجرب حاجه ثانيه كده ثانيه واحده بس كمان ده بيبين حاجه ولا تمام بص لما اوصل سيريال انترفيس احنا قلنا اللي بيظبط الكلوك ريت هو ايه؟ هو مش فاكر قلتها ولا لا الدي سي اي انا وصلت سويتش وصلت راوتر بسويتش مين اللي فيهم في واحد برين وواحد تانك انا فاكر انا قلت الحتتين دول في واحد فيهم هو اللي بيتكلم والتاني اللي بيحدد سرعه السبيدز بتاعت الكلام تمام بس في الحاله اللي انا موصل فيهم راوتر هنا بالراوتر اللي قدامه فكده في النص مفيش اي سي اي تمام فمن ضمن الحاجات ده من ضمن السيريال انترفيس اللي بوصلها قدام بعض واحد فيهم بيمثل ان هو دي سي اي واحد من الراوتر ده او الراوتر ده هو اللي بيمثل دي سي اي هو اللي بيتحكم في الكلوك ريت اعرفها منين؟ انا دخلت على الراوتر اللي هو مثلا 5 ده بكتب حاجه اسمها شو كنترولرز سيريال 0 سلاش 0 سلاش 0 تمام من ضمن الكلام اللي طلع قال لك ده بيمثل على انه دي تي اي ماشي فده مش من هنا اقدر اظبط السبيد من الناحيه الثانيه لو جيت من الناحيه الثانيه ده راوتر 5 هاجي على راوتر 6 كتبت نفس الكوماند كتبت شو كنترولر سيريال 0/0/0 ده بيمثل اكنه دي سي اي فده اللي اقدر احدد فيه السبيد عشان كده لما ظبطت الكلوك ريت على الراوتر ده الاثنين قاموا. فهمت قصدي؟ طب انا سؤالي هو انت عشان ظبطته بقى دي سي اي ولا هو لا ده نوع من القناه او الكيبل نفسها المفروض هي اللي بتحكم في الموضوع. يعني هو اصلا اول ما وصلتهم هو واحد قرر كده والثاني قرر كده. ما هو مش عارف هو مين فيهم
لا ما بعرفش عشان اعرف اخش لازم اعمل كومنت. لما كنت عملت البلوك بيت على فيسبوك اقول لك دلوقتي تعالى نجربها فورنا ما يقبلهاش خالص. او ما لو عملت هنا بس اديله غيرها وهو هيرجع. بص حتى لو اديته غيرها هيرجع. بس هي المين اللي بتشتغل عليها هي الدي سي unknown clock rate. هنبص clock rates الموجوده كده. يلا سيبها حاجه تعالى نشوف كده هي شغاله على سبيد قد ايه. الناحية التانية أول لو حصل أي ميس ماتش ما بين الحاجات دي المفروض الانترست تنزل داون تاني. تمام الانترفيس لسه أب. فعايز أخش على شو الانترفيس أشوف بقى الانترفيس دي عاملة إزاي أو السبيدز عاملة إزاي. المفروض هنا يقول لي السبيد قد إيه. بصوا ما اتغيرتش سبيد 128 زي ما هي. تمام ولو التاني بصيت عليها هتلاقي برضه 128 برغم ان انت غيرتها. تمام. هي النقطه اللي بقول لك عليها ان بيتحكم في السبيدز دي من ناحيه الايه من ناحيه الدي سي اي هي اللي بيتحكم فيها في السبيدز. ماشي ايه ده؟ لا 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 ل